وصلنا هلا لفقره التغذيه. بدنا نعرفكم على الدكتوره دانيا شناك. الدكتوره اليوم رح تحضر لنا لانش بوكس. مشكله كثير بيعانوا منها الاباء. انا عندي بنتين صغار ما شاء الله. في عندنا الصغيره بتاكل كل شيء، الكبيره بتغلبنا كثير في الاكل، فتحضير اللانش بوكس لها بالمدرسه شوي صعب. شو عندك تريكس شغلات تعلمينا اياها؟ كل الاولاد يعني هلا هاي هي كل ام عندها مشكله انه ايش بدها تحضر لدايما لابنها او لبنتها الصبح على المدرسه، وانه هي بتصحى بكير وبتصحى تعبانه. انا دائما بقول هو الموضوع هذا الحكي مش صحيح. ليه؟ لانه هي الموضوع موضوع بس اورجانيزيشن، موضوع تنظيم. اذا الام عملت زي سكيدجول صغير، برنامج صغير، رتبت شو بدها تعمل لكل الاسبوع من سندويشات او اشياء ثانيه غير السندويشات، رح يكون موضوع سهل بالنسبه لها. احنا اليوم نعطيكم اكزامبلز عن ايش ممكن احنا نحط في اللانش بوكس تبع الاطفال. ممكن احنا كمان نطلع، دائما احنا بنفكر بس بسندويشه اللبنه والزعتر والزيت، هي مفيده ومهمه كثير للذاكره. الزيت والزعتر بقوي الذاكره، بتجيب علامات عاليه بالامتحانات، هيك اهلنا دائما كانوا يحكوا لنا انه كل زيت وزعتر. بس المهم انه احنا في اولاد كثير بتزهق وما بدهم سندويشه، فاحنا لازم نفكر خارج الصندوق. يعني احنا بنقدر نعطي اولادنا زي ما احنا حاطين هون مثلا سلطه. السلطه هي بتحتوي هون عندنا على النشويات اللي هي بدل الخبز، في عندنا الخضروات فيها، الاولاد بحبوها اذا كانت سلطه معكرونه. يعني بتشبع السلطه، بتشبع السلطه لانها معكرونه يعني هي، فمفروض انه بديل الخبز. هلا البورشن تبعتها ممكن تكون حصتها اكثر من السندويشه العاديه. هلا احنا بنحب نفرجيكم بطريقه سريعه كيف ممكن نحضر اللانش بوكس بطريقه الاولاد تكون بالنسبه لهم جذابه انه ياخذها وهو يعني مبسوط. هلا غير عن اللبن ممكن احنا نحط الحمص. حمص مزبوط. الحمص هو عندنا طبعا مصدر كثير مهم للبروتين وسهل الاكل. استعملنا هذا الخبز اللي هو تورتيلا. انا كنت اسالك ليش اخترتي هذا؟ لانه انا بدي اعمله بطريقه غير. يعني هلا احنا بنقدر نستعمل الخبز العربي، بنقدر نستعمل كميه السعرات الحراريه فيه زيه زي العادي تقريبا. مش كثير. هلا مش بالنسبه للاولاد يعني هو بده ياخذ حصته منها، فبنحط هلا حطينا الحمص، اخذ بروتين، اخذ الكربوهيدرات. هون احنا عم بنحط سبانخ، عم باخذ فايبرز، زائد انه احنا اعطينا لون للسندويشه، فرح تعملها هيك تصير يعني شهيه اكثر للاولاد. هلا احنا هون بدنا نقطعها بطريقه كمان غير. يعني انا اللي عم بحكي انه احنا ممكن طريقه التقطيع هي بصير شكلها احلى، تغير يعني في مثلا اكثر للطفل انه ياكلها. بالضبط. يعني احنا اذا عملناها رولات خصوصا للاولاد اللي عم نحكي احنا لحد عمر 10 سنين هم بدهم لقم صغيره. هذا اللي بيعتبروه فينجر فود. يس. اوكي. يعني هم بدهم بالاخر لقم صغيره عشان بيكونوا ملهيين وبدهم يلعبوا وبدهم يخلصوا. هلا بتوزعيهم هدول بطريقه معينه جوا ولا كيف مكان؟ لا يعني هون مثلا هلا بنحط السندويشه. طبعا بدنا نركز انه الولد لازم الصبح يكون ماكل ماخذ فطور ببيته، لانه كثير مهم انه يطلع الولد لو حتى احنا انا دائما بقول لهم لو حتى موزه يكون ماخذ الصبح، يكون ماكل شيء الصبح قبل ما يطلع على المدرسه. هلا هاي مثلا احنا هون حطينا السندويشه. اذا اجينا بدنا نحط الفواكه، بوملي و بوملي ورمان. رمان حلو. يعني بعدين حلو انه الواحد يستفيد من الفواكه الموسميه. صار عندنا كربوهيدرات وخضروات وبروتين وفواكه. وفواكه ضل عندنا الدهون. ها هي الدهون. هلا وين الدهون؟ الدهون هلا رح نحطها، رح نحط لهم شويه كراكرز. اوكي. وعندنا الدهون اللي هي زبدة الفستق. هلا أنا زوجتي دائماً من أعداء زبدة الفستق، بتقول لي سعرات حرارية كتير وفيها سكر كتير، مزبوط؟ حسب هي طريقة تصنيعها. هلا في كتير ناس صاروا يعملوها بالبيت عشان هي عادة الموجودة بالسوق غنية بالترانس فاتس كمان. أوكي. اللي هي مضرة. هلا هي صح فيها دهون عالية وفيها كالوريز عالي، ولكن هي جدا مفيدة، أنا مصدر كمان للبروتين كتير مهم. هلا صعب الواحد يعملها بالبيت؟ يعني إلها بروسس. هلأ هون أنا محضرة هدول كرات التمر.
التمر هذول اوكي فكرتهم شوكليت والله هم ببينوا شوكليت وانا اولادي صراحه كثير بحبوهم زيهم زي الشوكليت دائما بطلبوهم لا هم تمر بس حاطه انا فيه كاكاو اوكي وحاطه فيه ناتس هلا هدول هلا صاروا كثير ويل نون على اي ويب سايت بتفتح تدور على ريسيبيز لانرجي بايتس او اللي هم اللي بسموهم زي لؤم غنيه بالطاقه بتكون في يعني وصفات كثير مختلفه نفس وصحيه السؤال تحضيرهم صعب ولا سهل لا جدا سهل يعني ما باخذ ابدا وقت بعدين الحلو فيهم انه انت بتحضرهم بتحطهم بالثلاجه اوكي فبيصير انه انت بدك تحطهم على المدرسه فبتحضري كميه منهم وبتصير نعم. على فترات هلا تقريبا خلصنا اللانش بوكس ضل عندنا خضره ما حطينا خضره كثير الجزر والخيار الجزر أعتقد. والخيار هلا بدنا نعمله بطريقه برضه مختلفه هلا يمكن في كثير امهات بتطلعوا بيقولوا انه يعني هاي بدها روقان وبدها طوله بال بس انه مره يعني بتقشريها طب انا بعرف القشره هاي فيها الفايبرز اللي بنحط ناخذها بس انا عشان كنت بدي اخذ الجزء الخمير اوكي هلا هاي بسموها اللي هي الريبونز من الخيار والجزر اوكي استعمال القطعات المختلفه كمان له دور كبير انه بيغير شكل لهذا يعني مثلا زي هون عندنا القطعات هاي للتفاح للمانجا لل اوكي هلا بس بدي افرجيكم انا كيف بدي اعمل هاي الريبن بدي الفهم على بعض ونعمل رول دكتوره بس اعطينا ملخص انه هلا اللانش بوكس هذا فيه كربوهيدرات وفيه فات وفيه بروتين يحتوي على جميع المكونات الغذائيه اللي بيحتاجها الطفل وخلصناه خلال 4 دقائق 5 دقائق كان نعم. جاهز نعم. بس طبعا في شغلات غشينا فيها كانت محضره قبل اللي هي كانت محضره هلا هذا اصلا اي ام تقدر تحضره قبل بيوم قبل بيوم قبل بيومين لكن مشاهدينا هيك قدرنا نحضر لانش بوكس لابنك لبنتك شكله حلو وفيه كل المكونات الغذائيه اللي لازمه شكرا كثير دكتوره اهلا وسهلا هذا اللانش بوكس راح اخذه انا معي على البيت صحتين عندي بنات صغار شكرا كثير اهلا وسهلا اهلا شكرا كثير شكرا كثير دكتوره شكرا كثير يعطيك العافيه